قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. أبدأ كاسونغو المهاجم السابق لفريق الزمالك المصري رضاه عما قدمه مع الفريق الأبيض بعد قرار رحيله وعدم قيده بالقائمة الأولى. وقال كاسونغو عبر قناة الزمالك: كنت أتمنى تتويز مشواري مع الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا، ومن المحزن خسارة اللقب في الخطوة الأخيرة، ولكنني راضي عما قدمته مع الفريق. وأشار إلى أن الزمالك كان بوابته للانضمام لمنتخب كونغو الديمقراطية، فهو فريق كبير على مستوى إفريقيا وساهم في صناعة اسمه. وأوضح أنه عاش فترة متميزة مع المدرب السويسري كريستيان غروس وقبله المدرب خالد جلال، مؤكدا أن أمير عزمي المدرب المساعد السابق مع غروس كان يحفزه بصورة جيدة، وسدد على أنه رحل للوحدة السعودي دون علمه واستشارته، لكنه لم يكن يرغب في مغادرة الزمالك على الإطلاق. وأضاف: تجربة الوداد المغربي كانت مؤلمة بالنسبة لي، تعرضت للإضطهاد ولم أحصل على مستحقاتي وعاملوني بطريقة سيئة، كما أنه لم يخوض أي مباراة هناك ولم يتدرب. نهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.